السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ ان شاء الله يكون كل اللي معايا بخير. سعيدة ان انا معاكم النهاردة، وبتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا ويوفقنا نوصل شيء مفيد. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، الاقتراح اللي كان من الشباب ان انا ابقى معاكم عشان ندي زي اوفرول فيو بتفاصيل الرحلة بتاعت البريدنتال ديزيز وإيه الأوجه المختلفة ليه وطرق العلاج. طبعا معاكم أستاذ دكتور هالة هزاع، أستاذ طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص بكلية طب الفم والأسنان جامعة الأزهر، وحاليا أنا رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة بجامعة الدلتا. الكورس بتاعنا ان شاء الله اللي احنا هنبداه، ان شاء الله الكورس بتاعنا عنوانه باريو ليتس دو ات. الكورس بتاعنا الحقيقه زي ما هو واضح هنتكلم على الباريو، هذا العلم الكبير الواسع الاودينس بتوعي اللي ممكن يستفيدوا طبعا من طلبه كليات طب الفم والاسنان اللي بيدرسوا علم اللثه، وبرضو المهتمين من البوست جراديوت او من الخريجين، لان احنا هنحاول اننا نتعرض مش بس للبيزك نوليدج، لا احنا هنحاول دايما يكون معانا الشغل الكلينيكال والديفرنت بروبلمز اللي بنتعرض لها والديفرنت لاينز اوف تريتمنت وطرق التشخيص المختلفه. يعني What are the objectives of this course عشان نبقى الدنيا واضحة؟ طبعا we have three main items في علم علاج اللثة. أول item منهم what is the normal periodontium and what are the normal criteria of normal periodontium، ودي هي هتبقى الطريق الأول لمعرفتي بالabnormality أو بالديزيز اللي بيصيب البريدونشيوم، وبعد كده هنتنقل للتريتمنت، الديفرنت تريتمنت اوبشنز والسيكونس المظبوط اللي كل طبيب لازم يتبعه عشان يعالج المريض بتاعه وانس ان هو في مشكله بقت دايجنوزد من خلال الشغل بتاعنا. عرفنا ان المريض بتاعنا بيعاني من مرض في الـ يعني البرودكشن بتاعه، فبيبقى هنا المريض محتاج او الدكتور محتاج ان هو يعرف ازاي يعالج. طيب احنا اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده يا شباب هو بالظبط زي ما هنبدا الكورس بتاعنا، ان احنا هندي اوت لاين. يعني كل اللي هيسمعني النهارده هيحس شويه ان انا ممكن اكون مش بخش ان ديبث في كل الموضوعات، لكن هندي زي اوفرول فيو، هنلخص كل العلم بتاعنا النهارده، وبعد كده هنمشي مع بعض. ويكلي هيبقى فيه محاضره بالتفصيل من بدايه الشغل في علاج اللثه وحتى الوصول الى نهايه الموضوع اللي هو الديفرنت ثيرابيوتيك اند تريتمنت اوبشنز. طيب هو احنا في العلم ده، يعني احنا بالظبط كاننا بنعرف الناس النهارده وبنصالحهم على هذا العلم اللي يمكن بيحيرهم شويه. كتير مننا بيستصعب قوي علم علاج اللثه، لا احنا ان شاء الله هنسهله عليك وهنوريك انه الموضوع بسيط، بس هو عاوز ترتب معلوماتك. في البدايه يعني ايه البريدونشيوم؟ البريدونشيوم حضرتك بتتكلم فيه على الجنجفا اللي هي بتحيط بالسنه بتاعتك، والسبورتنج ستراكشرز اللي هم بادئين من الالفلر بون، وعندك السيمنتم اللي هو الجزء طبعا اللي مغطي الاوتر موست لاير من الروت، وعندك بعد كده البريدونتال ليجامنت. يبقى ده هو البريدونشيوم. وانس ان هذا البريدونشيوم هيلثي بيبقى ريفلكتد كلينيكالي على العيان، بتلاقي الجنجفا بتاعته او لما تبص في بق العيان هتلاقي انه الجنجفا بتاعته انتكت في مكانها، هتلاقي ان في الكالر بتاعها كورال بينك، هتلاقي انه البليدنج اون بروبنج ابسنت، مفيش اي بليدنج حتى مع البراشنج او مع الاستيميليشن بتاعت الجنجفا، هتلاقي الجنجفا المارجن بيبقى ويل ادابتد على التيث،
وبيبقى فيه الشكل بتاعه اللي هو النورمال سكالوبد اهو بالظبط عامل زي قشره البرتقانه لما انت تيجي تقشرها كده، بيبقى عامل ده اسمه سكالوبد جينجيفال مارجن. وعند حضرتك الانتردنتال بابيلا بتبقى موجوده ماليه الانتردنتال سبيس، بتبقى هي شكلها طبعا تريانجل والتيب بتاعتها بوينتد. وعندك شكل الجينجيفا بيبقى ليها كونسيستنسي، المفروض لما بتلمسها بتلاقيها فيرم وريزيليانت مرنه ما فيهاش قديمه، وفي نفس الوقت لما تنشفها بقطنه بتلاقي ان السيرفس بتاعها مات مات سيرفس مطفي، ما بيبقاش شايني ولا في ما بيلمعش لان ما فيهوش قديمه ولا التهاب. كمان بيبقى في نسبه من الحالات، يمكن تقريبا 40% من الحالات اللي بنشوفها في العياده هتلاقي ان هي ستيبلنج مغطي على الاتنشن جينجيفا، او مش مغطي النورمال فيتشر بتاعها، الابيل بتاعها بيبقى كده منقرشه شويه زي قشره البرتقانه كده. طيب دي كده علامات انا بعرف منها ان العيان بتاعي كلينيكالي هيلثي. طيب كيف يحدث المرض؟ هنا بقى عاوزين نركز مع بعض على منطقتين مهمين جدا. طبعا انت حضرتك عارف انه الجينجيفا بتاعتك الجزء العلوي منها بيبقى فري جينجيفال مارجن، وده بيبقى واخد جزء كده من الجينجيفا عامل الوول بتاعت الجينجيفا سانكس اللي هو نورمالي الدبث بتاعه بنقول من 0 اب تو 2 مللي، وبعد كده عندك من بره ده الاورال ايبيثيليوم، وادي السالكولار ايبيثيليوم اللي هو لايننج للسالكس، وبعد كده عندي الجونكشنال ايبيثيليوم اللي هو بيبقى ان انتيميت ريليشن مع السنه، وبيبقى عامل من اسمه جونكشنال ايبيثيليوم فهو بيبقى ادهرنت للسنه، وبيبقى الليفل بتاعه بيبقى هنا بينتهي او هنا موجود عند نورمالي واقف عند السمنتو انامل جونكشن. طيب انا عاوز اعرف بقى امتى يبدا المرض؟ بيبدا المرض من جينجيفال سالكس. ازاي؟ شوفوا يا دكاتره، البيريدنتال ديزيز في طبيعته هو انفلاماتوري ديزيز، يعني بيتراكم عندي الفود ديبري وبتبتدي يحصل كونتامينيشن، والبكتيريا اللي موجوده في الاورال كافيتي بتبتدي تعمل فرمنتيشن لهذا الفود، وتبدا رحله البيريدنتال ديزيز بدايه من الجينجيفال سالكس. الاكيوميليشن بتاع الفود والانفلاميشن بيبدا من هنا المشوار، وتبدا علامات الانفلاميشن على شكل ريدنس في الكالر، وتبدا الصوره الحلوه اللطيفه اللي احنا شفناها دي تتعكس خالص، يبدا يبقى في بليدنج، ويبدا في ورم في الجينجيفا، ويبقى في اديمه، وتبدا القصه دي. طيب عند بعض المرضى ممكن الحكايه توقف عند المنظر ده وتبقى المرض اسمه جينجيفايتس، جينجيفا فقط اللي تلتهب، وعند بعض المرضى الاخرين يتطور الموضوع الى destruction للجونكشنال ايبيثيليوم، ويبدا يحصل ابيكال مايجريشن على الروت بحيث انه الجونكشنال ايبيثيليوم يسيب مكانه من عند السمنتو انامل جونكشن، ويبدا يحصل ريفرسبل دامج، ويبدا مرض البيريدونتايتس في الظهور. يبقى هنا انا عاوز اقول ان في رحله بنمشيها، وبتبدا هذه الرحله من الجينجيفال سالكس. هسيب حضراتكم تستمتعوا معايا بهذا الفيديو اللطيف الانفورماتيف السيمبل جدا اللي بيحكي لك القصه دي، اللانجوج بتاعته سهله والصوره واضحه، يعني انا حتى هحاول اني ما اديش كومنت لانه بيلخص لك الرحله بتبدا ازاي من بدايه الانفلاميشن وحتى حدوث الدستراكشن بتاع البريدونشيا وظهور مرض البريدونتايتس. تعالوا بينا مع بعض.
شفنا مع بعض الفيديو شرح لك ولخص لك ستوري بشكل بسيط جدا. قال لك بتبدا الرحله، فكان عندك ربنا مديك كنز كبير اسمه الهيلث ريدونشن بالكرايتيريا اللي احنا حكيناها. بدا يحصل الاكيوميليشن اوف ذا فود في الجينجيفال سانكس، وبدات تحصل جاست الانفلاماتوري بروسيس بتبدا within هذا الكافيتي اللي هو تريانجلر مفتوح من فوق، فبيدخل الفود يتزنق ويفضل شيلترد لانه الوول بتاعته من ناحيه الاوتر وول هي الفري جينجيفا، فبيبقى الاكل موجود وتبدا عمليه الانفلاميشن. والله اذا فضلت في الجينجيفا فانت عندك جينجيفايتس، واذا بدا يحصل الدستركشن وزي ما قال لك في الفيديو ان الجينجيفايتس تعتبر ريفرسبل ديزيز، ولكن قد يحدث تطور في الامور ويمتد الدستركشن بشكل ريفرسبل الى البريدنتال ليجامنت والى البون، ويبدا يحصل الابيكال مايجريشن زي ما شفنا، ويتراجع الجانكشنال ايبيثيليم عن مكانه، وتحصل المشكله الريفرسبل اللي هي البريدنتايتس، واللي بنقسمها حتى البريدنتايتس بتكون درجات، في مايلد وفي مودريت وفي سيفير. طيب ازاي القصه دي بتحصل؟ ان شاء الله الامور دي برضو هنبتدي نتولها بالتفصيل، بس هديك النهارده اوتلاين بسيط قوي. طبعا حكايه البريدنتايتس عشان تحصل دي بتمر بمراحل كتيره جدا. بتبدا في البدايه بانيشيال اند سب كلينيكال ليجن، انيشيال وسب كلينيكال يعني انا كلينيكالي لو بصيت على العيان مش هتقدر تلاحظ حاجه بعينيك، لكن في اندوجينس ماينر تشينجز بدات تحصل. اهم هذه التشينجز هو حضور الاكيوت انفلاماتري رياكشن السيلز اللي بتشتغل في هذه المرحله، مينلي بتكون عند حضرتك انت عندك انفكشن في الاكيوت ستيج، فعندك على طول ذا فيرست لاين اوف ديفنس عندك البي ام انز او الليوكوسايتس خلاص او النيوتروفيلز زي ما بيقولوا. بتبقى موجوده بعدد كبير جدا. طيب كلينيكالي الموضوع ده بيبدا امتى؟ يقول لك لو انت اهملت الفرشه والمعجون من يومين لاربع ايام، لسه في البدايه خالص، بدري قوي. طيب بدات القصه ديت بالتراكم بتاع الفود، كلينيكالي مش هشوف اي حاجه، كل الموضوع ان الجينجيفال كريفيكولار فلويد هيبتدي يزيد شويه. طيب مع تواصل الاهمال ينتقل هذا الليجن الى الايرلي ليجن اللي هو بيقول لحضرتك انا بهمل في الفرشه تقريبا لمده اسبوع، بتبدا يحصل ريدنس في الجينجيفا نتيجه ان في فازو دايلاتيشن في البلاد فيسلز، نتيجه زياده الانفلاميشن اللي بيحصل، نتيجه البكتيريال اكيوميليشن اللي بيحصل، يبدا يزيد كمان الحضور بتاع النيوتروفيلز، وبيبدا يحصل الدستراكشن بتاع السيركلر والدنتوجينجيفال فايبرز. عشان تمهيدا لايه؟ تمهيدا لانه يحصل انه الجينجيفا تبتدي تلوز التون بتاعها، ويبقى عندك الوول بتاعه الجينجيفال سالكس اصبحت سوفت وقدامه تسو ايزلي ديتراكتبل. طيب مع تواصل الاهمال ينتقل الليجن وتتطور الحاله الى ذا استابليشد ليجن اللي هو بيقول لحضرتك انا اهملت الفرشه والمعجون اب تو 21 دايز لحد 21 يوم. في هذه المرحله اللي هي بتقابل كلينيكالي الليجن اللي بنسميه كرونيك جينجيفايتس. الحاله دي الكرونيك جينجيفايتس طبعا بيكون عندك البليدنج، وبيكون عندك البليدنج بيبقى زياده جدا، وبيكون عندك الاديما، وبيكون عندك السودو بوكيت بدات الوول بتاعته نظرا لزياده الانفلاميشن في الفري جينجيفا بدا يحصل كرونال انلارجمنت، وبدا يحصل وذين التشو طبعا زياده في الفلو بتاع البكتيريا زي ما انت شايف، ويبتدي هنا المعركه تزيد جدا بينها وبين جهاز المناعه بتاعك. خلاص طيب في هذه الحاله يا دكتوره هلا قلت لي ان انها استابليشد ليجن، يعني ستيل انا عندي كرونيك جينجيفايتس. بنقول لحضرتك انه في مرضى كتير جدا 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 بيفضلوا لسنين طويله، وكان ربنا بيديك انذار انت برضه هتفضل في هذه المرحله كرونيك جينجيفايتس، وكاني بديك فرصه الحق نفسك، لانه طول ما احنا يا دكاتره
الانفلاميشن محصور في الجنجفا والمريض بيعاني فقط من جنجفايتس، بنسمي هذا الليجن ريفرسبل وما بقلقش منه وعلاجه سهل. ولكن عند بعض الناس قد تتطور الحاله الى ذا ادفانسد ليجن اللي هو بيبقى بيريدنتايتس. البيريدنتايتس بتبقى ريفرسبل وبيحصل فيها ديستراكشن للبيريدنتال ليجمنت وبيحصل فيها بون ريزوربشن، وهي دي اللي بيحصل فيها الابيكال مايجريشن اوف ذا جانكشن ايبيثيلي. يعني اذا المريض في اي مرحله من دول بتبقى الحاله ريفرسبل، والثلاثه دول بيعتبروا مقدمه الى الجنجفايتس او الكرونيك جنجفايتس اللي قد يظل المريض فيها فترات طويله جدا، ولكن بعض منهم قد يتطور الى الحاله اللي احنا مش عاوزينها ابدا، لان دي علاجها بيبقى اصعب زي ما هنشوف مع بعض، وقد تتطلب تدخل جراحي بطرق كتيره جدا ديبينز على درجه الدستراكشن ونوع الديفكت اللي حاصل، سواء ريسيشن ولا كان بوكيت ولا كان فركيشن، كل حاجه وليها العلاج بتاعها، واحيانا طبعا بيكون العلاج مكلف ونجاحه كمان بيبقى مش مضمون. طيب هل في فاكتورز معينه بتاثر؟ قال حضرتك ايوه، تطور الحاله والريسبونس للتريتمنت بيتوقف على عده فاكتورز، احيانا بتكون ريليتد لبعض اللوكال فاكتورز، خلاص انا عندي مال اوكلوجن او انا مركب اورثودونتيك ابلينس وفي صعوبه في البلاك كنترول، او انا عندي اوفر هانجنج مارجن لفيلنج مثلا، عندك حاجات كتيرة قوي ممكن تشتغل لوكل، أو أنا راكن جهة مش بستخدمها وبالتالي بترك أكل على الجهة المركونة وحرمت جسمي أو الأورال كافيتي بتاعي من النورمال كلينزنج أكشن بتاع الماستيكيشن والمساج بتاع الجنجبة، لأن حتى ده له دور في يعني إنك تمضغ، حتى عملية المضغ نفسها بتخلي الجنجبة فريش والسيركيليشن بتاعها أفضل غير إن أنت تركنها خالص. وقد يؤثر على هذا التطور او على هذا الانتراكشن بعض السيستميك فاكتورز زي تعرض المريض للسايكولوجيكال ستريسز، بعض الامراض زي مرض السكر، او بعض الخلل في بعض الجينات برضو قد يزيد من استعداد المريض لهذا التطور، وايضا بعض الهابتس على راسها طبعا السموكينج. الحاجات دي كلها يا جماعة بتأثر على يا ترى كل عيان هتفضل الحالة موجودة لفترات طويلة ويقدر جسمه يصمد، ولا هتتطور إلى advanced أو periodontitis lesion، وهتأثر كمان في الريسبونس بتاعه للتريتمنت. يبقى إذا في دايلما كبيرة شوية لما أجي أتكلم على البريدنتال ديزيز. نقف مع بعض هنا وقفة قبل ما نكمل وأرتب معاك أفكارك عشان الدنيا ما تبقاش وسعت. اتكلمنا على النورمال بريدونشن، وبعد كده قلت لك الرحله بتاعه الديزيز تبدا من الجنجفال سالكس، وينقسم البريدنتال ديزيز الى نوعين من الامراض، نوع منهم يسمى جنجفايتس، والبوكيت اللي فيه بيسموه سودو بوكيت، لانه البوكيت هنا عباره عن كورونال انلارجمنت حصل في الفري جنجفا او الجنجفال مارجن، ولكن لم يحدث ايبيكال مايجريشن للجنكشنال ايبيثيليوم. والمرض الثاني اللي هو البريدونتايتس، وده بيبقى ايريفرسبل، والحقيقه هذا المرض البوكيت بتاعه بيسموه ترو بوكيت، لانه هنا بيكون حصل ايبيكال مايجريشن للجنكشنال ايبيثيليوم وحصل بون ريزوربشن، وبالتالي الدستراكشن هنا بيكون حقيقي والبوكيت هنا بيكون حقيقي. يبقى انا هنا فهمت الفرق بين مرضين اساسيين. الفرق ده يا دكاتره اللي بين علمك وبنقول لك هو اللي اسمه ايه؟ اسمه كلينيكال اتاتشمنت لوس. الكلينيكال اتاتشمنت لوس يعني ابيكال مايجريشن اوف ذا جونكشنال ايبيثيليوم، ويبقى الروت اكسبوزد، نظرا لان الجونكشنال ايبيثيليوم تراجع عن مكانه وساب السيمنتو انامل جونكشن. يبقى انا هنا عاوز اعرف this is a clinical problem. البريدونتال ديزيز بانواعه جنجفايتس وبريدونتايتس. البريدونتايتس هي الاخطر، خلاص. طيب عاوز اعرف what are the sequelae of periodontitis، ايه مشاكلها، what are the diagnostic signs عشان اعرف اشخصها، and what are the treatment options. هي دي الاصعب وهي دي الاخطر.
احنا هنتكلم هنركز عليها قوي، وفي النهايه لما نيجي نتكلم على التريتمنت هنعرفك ايه هي الديفرنت تريتمنت لاينز للجنجيفايتس والبيرينتايتس. كل ده انت هتتعلمه وانت ماشي معانا في الكورس زي ما اتفقنا، عشان لو في حد داخل معايا متاخر انا النهارده بديك الاوت لاين بتاع رحلتنا في دراسه علم علاج اللثه. نبدا من النورمال وننتقل الى اليه حدوث المرض والكلاسيفيكيشن الديفرنت تايبس اوف بيريدونتال ديزيز. انا عندي جينجيفايتس which is reversible وبيريدونتايتس which is irreversible، وبعدين هنبتدي زي ما احنا شايفين نشوف ايه هي السيكولي والدياجنوزس والتريتمنت اوبشنز اوف ايتش تايب. طيب بنقول اول سيكولي يا جماعه ان البيريدونتايتس بينتج عنها ما نسميه ترو بوكت. الترو بوكت يعني انا اصبح عندي ديب كاديتي بتوين التوث والجنجبا، خلاص. وعند حضرتك بدأت المشكلة طبعا بتراكم الدنتال بلاك اللي موجود فيه عدد كبير جدا من البكتيريا اللي بعضها بنسميه بيريدنتال بيوتاتيف باثوجينز. هنتعرف برضو على دوت من خلال مذاكرتنا للكورس بتاعنا. البيريدنتال بيوتاتيف باثوجينز هي أنواع من البكتيريا بيبقى ليها خصائص معينة بيسموها إيه؟ بيسموها فيريلنس فاكتورز، بتقدر انها تسبب اذى كبير وتسبب ديستراكشن كبير. من شأن هذا الديستراكشن هو تآكل البريدونشن، ويبدأ الكافيتي اللي بدل ما كان اسمه جينجيفال سالكس وده كان فيسيولوجيك اصبح باثولوجيكالي ليتند، واصبح عندي وات وي كول بريدونتال بوكيت. ليه بيسموه بوكيت؟ لانه نفس الفكره، الجيب بتاعك يا دكتور هو الجيب اللي الحاجه اللي انت بتعين فيها، مفتاحك، منديلك، اي حاجه، المحفظه بتاعتك ده بتخبي فيها. للاسف هنا البريدونتال بوكيت فعلا برضو احنا بنخبي فيه، بس للاسف اللي بيستخبى فيه فود بارتيكلز بتتغذى عليها انواع كتيره جدا من البكتيريا، وبتبتدي تتراكم وتعمل كوميونتي كبير جدا، و قد يتكلس الدنتال بلاك ويكون لك كمان كالكولس عشان يساعد اكتر في الهاربرنج اوف ذيس تايبس من البكتيريا، ويبدا الديتيريوريشن يحصل، تراكم اكتر للبكتيريا، ديبنينج اكتر للبوكيت، يليه تراكم اكتر للبكتيريا، يليه ديبنينج اكتر للبوكيت. وزي ما بنقولوا البيضه ولا الفرخه، تبدا تسال بقى هي البكتيريا السبب ولا البوكيت السبب. بنقول ان كل واحد فيهم بيدي ارض للتاني، البكتيريا تعمل ديستراكشن فتعمل باثولوجيكال ديبنينج، والباثولوجيكال ديبنينج للبوكيت يدي مكان اكبر لتراكم البكتيريا. فهمتوا يا جماعه؟ وزي ما بنقول بتبقى فيشيس سيركل، خلاص. طبعا البكتيريا مشكلتها انها لا تكتفي بانها موجوده فقط، لا هي بتعمل تيشو انفيجن، وبتبتدي تطلع بعض الفاكتورز اللي بتساعد في التيشو انفيجن، ومن خلال دخولها ونفاذيتها للتيشوز اللي هي عند حضرتك بقى الابيثيليوم والكونكتيف تيشو، بتبدا تعمل ديستراكشن للسوفت تيشو، وتبدا كمان تستفز جهاز المناعه بتاعك اللي بيبتدي هو كمان يرد، وبيبقى حاصل اللي بنسميه اميون رياكشن. طرفين الاميون رياكشن مين؟ البكتيريا من جهه والانفلاماتوري سيلز من جهه. مين الانفلاماتوري سيلز اللي هنسمع اسمائهم كتير واحنا بنتكلم في الباثوجينيسيس؟ هتلاقينا بنكرر عليك نيوتروفيل، ماكروفاج، بلازما سيل او الليمفوسايتس. الثلاثه دول ما بيقعدوش يلعبوا، دول بيبتدوا يردوا عشان جهاز المناعه بتاعك ما يسيبش جسمك، ولكن للاسف هذا الرد برضه بيكون فيه وجه قبيح، لانه زي ما بنقول اي معركه بيكون ليها خسائر. انا في نيتي ادافع، بس الانزيمز اللي بتطلع مني اثناء عمليه المواجهه مع الميكروبيال ستابس اللي موجوده في الدنتال بلاك برضه بتبدا تعمل ديستراكشن للبريدونشن بتاعك. يبقى النت ريزلت هو انه الديستراكشن حادث من البكتيريا من جهه، ومن جهاز المناعة بتاعك من جهة أخرى. المفروض إن جهاز المناعة بتاعي هيخلصني من البكتيريا دي، بس أثناء الرد بتاعه زي ما اتفقنا بيحصل ديستراكشن. يبقى إذن العلاج بتاعي لازم يكون موجه إلى إزالة السبب الأساسي. بداية المعركة دي كلها كان إيه؟ كان الباد أورال هايجين، تراكم الدنتال بلاك،
والمحتوى بتاعه من البيريدنتال بيوتاتيف باثوجينز. زي ما اتفقنا مع بعض دي السيكول الثانيه اهو، زي ما اتفقنا الدستراكشن اللي بيحصل للبيريدونشا بحيث انه السنه بتاعتك بتتحول وتفقد السبورت الجميل اللي كان حواليها وتتحول الى ديزيزد تيشو. كل دوت بقى ديسترويد، عندك ادي البريدونتال ليجامنت وعندك ادي الجينجا وعندك ادي البون بيحصل له ريزوربشن والسمنتم بيبقى فيه ديفكتس. الصوره القبيحه دي هي دي البريدونتايتس. طبعا الروت الاكسبوز وفقد البريدونتال سبورت ده بيبقى كلينيكالي ريفلكتد بايه؟ عندك الترو بوكيت، عندك السنه ممكن يحصل لها دريفتنج ويبدا يحصل لها زياده في الموبيليتي، كمان عندك البيشنت بيبتدي كلينيكالي يحصل له جنجفال ريسيشن، لان مع الوقت الجنجفال لما تفقد البون سبورت اللي تحتها بتبدا هي كمان يحصل لها ابيكال ريسيشن. البيشنت كلينيكالي مريض البريدونتايتس يا شباب بيعاني من روت سنسيتيفيتي. تمام، يبقى دي السيكل الثانيه. خلاص، تحول السنه من سنه كانت لها سبورت قوي الى سنه لها افكتد بيريدونشيوم، والذي قد ينتهي في النهايه الى ان الموبيليتي دي تزيد جدا وقد نفقد السنه توتالي، تتخلع ايفن من غير اي كارث. خلاص، لدرجه ان يقول لحضرتك انه البون واز ديو تو بيريدونتال افكشن نوت التوث ديكاي. ماله؟ The most common reason for people to lose their teeth. يبقى إذا لما تهتم يا دكتور بإنك تتعلم علم علاج اللثة مظبوط وتقدر تشخص الحالة صح وتقدر تحط إيدك على المشاكل وبالتالي تعالج صح، تقرأ وتفهم وتتعلم، فأنت كده بتحافظ للبيشنت بتاعك على كنز كبير قوي ربنا خلقه لنا اللي هو السنان. العدو الأول لفقد الأسنان not the tooth decay ولكن البريدونتل او البون لوس. تمام، طيب خدوا بال حضراتكم، فاكرين الصوره الاولى اللي انا قلت لكم فيها ان انا عندي اورال ايبيثيليوم من بره وبعدين سيلولار ايبيثيليوم وبعدين جانكشنال ايبيثيليوم. ده كان الايبيثيليوم الجميل بانواعه زي ما ربنا خلقه لي. طب هو الايبيثيليوم كلاسيك اهو الصوره اهي، ادي الاورال وادي السيركلر وادي الجونكشن، الثلاثة الحلوين قوي بتوعنا. ده كده جميل، ولكن ماذا يحدث في البيريدونتايتس؟ ماذا يحدث؟ بنقول لحضرتك اولا انا عايزه اعرفك معلومه لطيفه، انا عارفه انها برضو موجوده عندكم بس بفكركم بيها. الابيثيليوم يا شباب الدور الرئيسي ليه هو انه بارير، نسيج طلائي بالعربي كده، نسيج طلائي. بارير من ايه؟ بارير عشان الانسجه بتاعتنا محتاجه لحاجه تعمل لها بروتكشن في نفس الوقت تعمل لها ايزوليشن. انا عندي لو الانسجه بتاعتي ما هياش متغطيه بالابيثيليوم هتلزق في بعض. خلاص، انت متخيل مثلا لو الصوابع بتاعتنا ديت ما فيش ابيثيليوم حواليها كان صوابعك دي هتلزق في بعض. يعني اذا الابيثيليوم بارير. جميل، ايه راي حضرتك انه الاورال ايبيثيليوم اللي هو كان مكانه الطبيعي بره اورال موجود في الاورال كافيتي في الجلفة اللي هي مواجهه في الاورال كافيتي، اثناء البريدونتايتس حصل ديستراكشن للسيركولار ايبيثيليوم وحصل ديستراكشن للجونكشن ايبيثيليوم واصبح الاورال ايبيثيليوم بالظبط عامل زي الوحش امتد ومشي في طريقه خد كل السبيس ده اصبح ها بارير. وهو ده اللي بيخلينا دكاتره نلاقي انه العيان اللي عنده بريدونتال ديزيز البوكت بتاعه بتبص تلاقي الجنجفا ريتراكتد من على السنه، تحط البريدونتال بروب تلاقيه بينزل. ايه اللي مخلي الجنجفا ريتراكتد؟ ما هياش لازقه في مكانها، خلاص ما هياش كده ويل ادابتد على السنه. ما هو السبب هنا يا دكتور ان الاورال ايبيثيليوم زحف من مكانه واصبح هو خد بالك ان الاورال ايبيثيليوم كمان هيفيلي كراتينايزد، انت عندك السالكولر بيبقى نون كراتينايزد وعندي كمان الجونكشن ايبيثيليوم ده له خصائص خاصه بيه هو هنعرفها مع بعض برضو لما نيجي ناخد جزء الماكرو اناتومي والمايكرو اناتومي. عنده ريت اوف تيرن اوفر عالي جدا، عنده قابليه على ان هو في عنده هيميديزموزومز ربطاه بالسطح بتاع السنه، ففي سيرتن مود اوف اتاتشمنت يخص الجانكشنال ايبيثيليوم.
كل ده اصبح مش حاصل لان الانسجه دي تلفت ومشيت وسابت مكانها لمين؟ للاورال ابيثيليوم اللي هو ده مش مكانه. هل المعلومه دي مهمه ان انت كطالب تفهمها؟ هل المعلومه دي مهمه ان انا عندي خريج بيسمعني يعرفها؟ المعلومه دي في منتهى الاهميه. مهمه ليه؟ عشان اقول لحضرتك انه احنا بنعلمك يا دكتور انت بتيجي تعمل سكيلنج وروت بلاننج، سكيلنج انك تشيل كل الديبوزيتس السكر جنجيف خلاص. طب الروت بلاننج، الروت بلاننج ان انت تنزل سب جنجيفال وتشيل كل الديبوزيتس على السيمنتم. طب في خطوه كمان بتتعمل سب جنجيفال اسمها ها اسمها الكريتاج. ايه الكريتاج؟ اللي هو ان حضرتك تشيل الديزيز دي ابيثيليوم اللي هو ده الجزء ده اصبح ديزيز دي ابيثيليوم مش مكانه. طب ليه دكتورة هلا لازم اشيله؟ تشيله على فكره لازم تشيله، بنعلمك بهدوء عشان ما تعملش لاسريشن للجنجفا كلها وتبهدلها. احنا بنشيل الجزء الديزيز عشان الاورال ابيثيليوم ده مش مكانه. طول ما هو موجود انت عندك بارير ضد النيو اتاتشمنت. عشان يحصل نيو اتاتشمنت والجنجفا ترجع تاني تبقى ويل ادابتد وتمسك على الروت، لازم هذا الديزيز دي ابيثيليوم لو سمحت مكانك مش هنا، اتفضل غادر المكان عشان الجنجفا ترجع تاني تعمل او الوول دوت يرجع تاني يعمل نيو اتاتشمنت. فدي تالت سيكولي حصلت، ولما تفهمها كويس تعرف ليه احنا بنعلمك تعمل الجنجيفال كريتاج او السب جنجيفال كريتاج. الحاجه الثالثه والمهمه زي ما اتفقنا معاكم من خلال معرفتي بان هنا في عندي دنتال بلاك وفي عندي بكتيريا، فاحنا بنقول لحضرتك انه ازاله هذه الرواسب مهم جدا جدا، لان ما دام البلاك موجود العيان ما بيعملش البروبر اورال هايجين، او انت كدكتور ما عملتلوش السكيلينج صح، فانت يو ار هاربرينج سيرتن مايكروبيا ستافس باستمرار هي مخليه التيشو اندر تشالنج ومخليه الاميون رياكشن دايما مستفز، وبالتالي عمليه الدستركشن شغاله. فانا لازم اكسر الحلقه عن طريق ازاله هذه الرواسب. وهنا انا بعرف حضرتك بحاجه، زي ما قلت لك انا بتبدا القصه بالغزو بتاع الميكروبات بيرد عليها على طول المناعه بتاعي خلاص، وتبدا هنا الاشتباك، المعركه تبدا عن طريق دخول ميكروب وجهاز مناعه بيرد عليه. صحيح انا عاوزه جهاز المناعه يرد، بس انا عايزاه يقف عند مرحله معينه عشان الدستركشن ما يستمرش. لكن لو فضلت الحرب شغاله فالضحيه هي البريدونشيوم بتاعي خلاص. يبقى انا لازم اتعلم انه نقطه البدايه في العلاج يا دكتور هي انك تعمل ريموفل للدنتال بلاك، وعشان زي ما اتفقنا نكسر الحلقه بتاعه الميكروبيال تشالنج. طيب هل كل المرضى بتستجيب بنفس الدرجه؟ دي المعلومه اللي عاوزاك برضو تفهمها. حاجه اسمها ريسك فاكتورز هنتعرض لهم بالتفصيل، وهنعرف مع بعض جزء اساسي في منهجك انك تعرف هذه الريسك فاكتورز هي ايه. طب ليه يا دكتوره هي لو انتوا غاويين تخلونا نقعد نحفظ ونقرا؟ لا ده انا غاوي اخليك تفهم، لان الدكتور الشاطر لازم يعمل بروبر كيس اناليسز، لازم يعرف يعمل اسسمنت للحاله بتاعته، لازم يشوف العيان بتاعه عنده ايه المشاكل اللي بتؤدي الى الاكيوميليشن اوف دنتال بلاك. يا ترى انت بس كل مشكلتك ان انت عندك باد اورال هايجين، حضرتك مهمل؟ هل الاهمال ده انتشنال؟ هل حضرتك يعني مع سبق الاصرار؟ يبقى انا محتاجه اعلمك. ولا انت مش عارف تستخدم الفرشه والمعجون؟ فبرضه لازم اساعدك واقول لك ايه اهميتها وايه الطريقه الصح. ولا انت عندك لوكال بريديسبوزنج فاكتورز بتزود من البلاك اكيوميليشن زي ما اتفقنا؟ انا ممكن يكون عندي اكس بيشنت وواي بيشنت. اكس بيشنت عنده بلاك اكيوميليشن فقط، وواي بيشنت عنده بلاك اكيوميليشن نتيجه ان في لوكال بريديسبوزنج فاكتور، في عوامل لوكالي بتساعد على الاكيوميليشن، عنده overhanging margin، عنده mal occlusion، عنده orthodontic appliance مخليه صعب عليه يعمل البلاك كنترول، حاجات كتيرة قوي locally ممكن تكون كده، عنده non-functioning side، عنده blunder cusp، كل ده هنتعرض له. وهتعرف كمان يا دكتور ان local predisposing factors دول انت كدنتست
ممكن تكون السبب فيهم. لو انتوا كده شفتوا كذا سبب انا قلته، هتلاقوا انه صوت شبح دكتور الاسنان موجود. شغلك لو ما اتعملش مظبوط فانت مقصر، وانت بتساعد ساعات في وجود بعض اللوكال فاكتورز اللي تساعد في البلاك اكيوميليشن. يبقى هنتعرض من دراستنا لللوكال بريديسبوزنج فاكتور لوات وي كول اياتروجينيك فاكتورز، اللي هي اخطاء طبيب الاسنان. ازاي انا ممكن بدل ما اساعد اضر؟ لو شغلي ما اتظبطش صح، لو الكونتورنج والمارجن والدايمنشنز بتاعت الفيلنج او الريستوريشن اللي انا بحطها ما كانتش مظبوطه، خلاص. لو انا بحط اورثو ما نبهتش العيان انه كذا. لو انت عملت بلانجر كاسب عن طريق ان انت عملت الفيلنج بتاعك عملت اندر كونتورد، فاصبح عندك المسافة انتردنتالي مفتوحة، فالكاسب الاوبوزنج بيعمل ويدجنج للفود ان بتوين في المكان المقابل، وبالتالي انت اوجدت نيدز فور بلاك اكيوميليشن. ده انت كده ضريت العيان ضرر جسيم. حاجات كتيرة قوي احنا اللي بنعملها، بالاضافة لبعض البيشنت هابتس على رأسها السموكينج، خلاص، الباد اورال هايجين، الالكوهول كونسامشن. كل دي فاكتورز على فكره بتساعد في انها تاثر على المناعه، وهنعرف مع بعض الحاجات دي ازاي. السيستميك كونديشن على راسها السايكولوجيكال ستريسز. سايكولوجيكال ستريسز ايه دخلها بالقصه اللي انا فيها؟ ازاي بقى؟ سايكولوجيكال ستريسز يا دكتور، طول ما انت متوتر باستمرار، حزين باستمرار، بتفكر في حاجه وشغلك على وقت طويل، بتلاقي عموما جسمك مرضته للعدوى اكتر، لان حضرتك جسمك بيفرز اندوجينس كورتيزون نتيجه هذه الاستريسز تاثر بالسلب على المناعه. كلنا عارفين ان الكورتيزون بيبقى له اميون سبريسيف افكت، وتبقى عارف حضرتك ان انت جسمك السوبرارينال جلاند ليها سوبرارينال كورتكس بتفرز كورتيزون بدوره. اذا زاد عن الاماونت الطبيعي بتاعه هيبتدي على طول ياثر على المناعه بتاعتك. يبقى اذا في سيستميك فاكتورز. بعض الامراض زي مرض السكر، الان كنترول دايابيتيك بيشنت، هنعرف اللي بيحصل مريض اللي عنده prolonged هايبرجلايسيميا، البكتيريا عنده بيزيد الشراهه بتاعتها، لان السكر ده شيء وجبه دسمه جدا وتعجبها قوي، في نفس الوقت بيأثر على البيهيفير بتاع الاميون سيلز. يبقى مريض السكر الان كنترول ده عنده مشكله كبيره. سن البيشنت لما بيزيد الايدج اوف ذا بيشنت بيحصل تراجع في الريباراتيف هيلينج ابيليتيز عنده. بعض الجين ميك اب وبعض البوليمورفيزم في سيرتن جينز لقوه مرتبط ببعض انواع البيريدونتايتس. يبقى اذا وجود بعض الفاكتورز قد يؤثر في what we call the type of the periodontal disease. يا ترى هيفضل gingivitis ولا هيتحول لبريدونتايتس؟ وذين كل ديزيز كاتيجوري ايه هي الريسبونس للتريتمنت، سواء كانت نون سيرجيكال او سيرجيكال، نجاح العلاج والبروجنوزس اوف ذا بيريدونتال ديزيز. يبقى اذا انا بتعلم ده كله في هذا العلم الجميل. هنعرف ايه هي انواع البيريدونتال ديزيز، وهنعرف ايه هي اللوكال بريديسبوزنج فاكتور، وهنعرف ايه هي سيستميك موديفاينج فاكتور، وهنعرف ايه هي البروجنوزس اوف ذا بيريدونتال ديزيز بيتوقف على ايه؟ الاوفرول وعلى التوث ريليتد. اوفرول يعني بتكلم على البيشنت عموما، الهابتس اللي عنده وسيستميك كونديشن بالاوجه المختلفه، وتوث ريليتد السنه بقى نفسها، نوع الديفكت اللي فيها، كراون تو ريت ريشيو، فيها موبيليتي ولا لا، فيها بوكيت تايب سودو ولا ترو، هل في اي مشاكل معينه ريليتد، هل السنه ديت ابارتمنت ولا مثلا للريستوريشن تحت مثلا بريدج ولا هي ايزوليتد. حاجات كتيره قوي هنبتدي نتكلم عنها برضو لما نيجي نتكلم على البروجنوزس. البروجنوزس موضوع شيق جدا جدا جدا، لانه بيعرفك ازاي تقيم الحاله وازاي تتعامل مع المريض بتاعك، خلاص. فهنرص قدامك لستة الفاكتورز اللي في وجودها يتراجع البيشنت ريسبونس وتزيد السيفيريتي بتاعت البريدونتال ديزيز، ولازم انتبه، وساعتها لازم اعرف اعالج العيان ازاي، هنعلمك. ولازم تحدد كمان يا ترى المينتنس فيزيت هتبقى امتى، وفي غياب بعض هذه الفاكتورز هتزيد عندي انا والمريض بتاعي الامل في العلاج وفي التحسن. يبقى اذا كل ده انا بعرفه، ان شاء الله هندخل معاك نقطه نقطه نتعرف على
what are the details concerning all of these profiles. النقطة رقم خمسة والمهمة جدا 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 البريدنتال ديزيز. What is that? البريدنتايتس. هل أنا في شغلي كدكتور أسنان كل دوري منصب فقط على الأورال كافيتي ومشاكل السنان؟ بنقول لحضرتك إنه البريدنتايتس ثبت بالدليل القاطع علاقتها بمشاكل كتيرة جدا 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 في ريليشن بينها وبين النيومونيا. في ريليشن بينها وبين التهابات المفاصل، في ريليشن بينها وبين حجم او وزن الطفل المولود ومعاد الولاده كمان، يا ترى الام هتولد بري تيرم ليبر ولا في معادها، الكارديو فاسكولار ديزيزز، الدايبيتك كنترول، مشاكل كتيره جدا، الاندوكاردايتس، لان عند حضرتك في مرضى معينين بيبقوا اندر ذا ريسك اوف اندوكاردايتس، المرضى دول وجود بكتيريا باستمرار في جسمهم بيعرضهم لبكتيريميا اللي بتوصل هذه البكتيريا اللي موجوده حوالين السنان بالذات السبنت جاردنز بتوصل لصمامات القلب وتعمل الاندوكاردايتس. في العلاقات دي كلها هذا العلم او هذا الفرع بنسميه ايه؟ بنسميه باريو ميديسن. ففي موضوع مهم جدا جدا هنتعرض ليه ونشرحه لك اسمه الباريو ميديسن. ازاي الاورال هايجين السيطره عليها ممكن تقي المريض من العديد والعديد من السيستميك كومبليكيشنز. ازاي وجود الكرونيك بريدنتال ديزيز بيخلي المريض باستمرار اندر ذا ريسك اوف في عمليه كده اسمها الكرونيك انفلاميشن موجوده باستمرار في جسمه، دي بتخليه تحت ريسك اوف حاجات كتيره جدا، ده ممكن يزيد عندهم معدل الثرومباي يتكون جلطات في جسمهم اسرع من غيرهم او اكتر من غيرهم. يبقى اذا دكتور الاسنان الشاطر اللي هيعتني بالاورال هيجين بتاعت المريض بتاعه، انت مش بس عشان تقدر تركب ولا تحشي ولا كذا، صحيح انا محتاج احمي المريض واحافظه على البريدونشيوم لانه السنه اللي لها هيلثي بريدونشيوم بالظبط كده الانفراستراكشر بتاع السنه دي مظبوط، تقدر انك تحافظ عليها، تقدر انك تحشيها، تقدر تركب وتستعين بيها، تقدر كل حاجه. لكن لو الانفراستراكشر ده تالف انت ما تقدرش تستعملها في اي حاجه. ولكن دور طبيب الاسنان انه مش بس بيحمي الاورال هايجين، انت بتحمي السيستميك هيلث اوف يور بيشنت من خلال حمايه او مقاومه البريدنتال ديزيز وعلاجه. نيجي للنقطه رقم 6 في السيكولي اللي هي البيشنت كونسيدريشن. مريض البريدنتايتس يعاني من روت سنسيتيفيتي، يعاني من الثاتيك بروبلم نتيجه ريسيشن والجنجيفال انلارجمنت، يعاني من سايكولوجيكال ديستريس نتيجه الهاليتوزيس، نتيجه البليدنج، نتيجه الموبيليتي، نتيجه التوث لوس. مرضى كتيره جدا يا دكاتره شفتهم والله وكلكم لسه هتشوفوا المريض اللي عنده افكتد بريدونشيوم كتير بيبقى عنده سايكولوجيكال بروبلم، حزين على نفسه وحزين على اسنانه وحزين على شكله وحزين على هو انا ليه اسناني مش زي غيري، هو ليه غيري شكله حلو وانا شكلي كده، هو ليه اسناني كده واسنان غيري، كل دي اسئله بتبقى عندهم. وبعض انواع البريدونتال ديزيزز هتعرف انه التشخيص السريع مهم عشان تلحق تحمي. في بعض الانواع من البريدونتال تبقى فيري اجريسيف، العيان يجي لي بسرعه والا للاسف اذا جالك في وقت معين بيبقى ما قدامكش غير اكستراكشن خلاص، زي ما بتبقى في الاندو الابسس في فرق بين لوكالايزد ابسس ولا السنه فلوتنج في ابسس، مش ساعات العيان يجي لك الابسس لافف حوالين السنه ساعتها بتقول له ايه ما ينفعش اعمل لك اندو للاسف لازم نخلع. في حاجات كتيره قوي يا جماعه بتتوقف على سرعه التشخيص والبدء في العلاج. طيب يبقى اذا انا هنا استعرضت معاك مقدمه طويله اتكلمنا فيها عن الديفرنت فيتشرز اوف ذا بريدنتال ديزيز، ديفرنت سيكولي اوف ذا بريدنتال ديزيز، وبالتالي اصبح
الآن السكشن التاني اللي بتدخل فيه في الشغل بتاعك، أو السكشن التالت بقى، لأنه أنت بتلاقي روحك في البداية زي ما اتفقنا بنتكلم على النورمال بريدونشيا مايكرو ماكرو أناتومي، وبعد كده بنتكلم على الديزيزز المختلفة، الكلاسيفيكيشن والكلينيكال فيتشرز، الجنجيفايتس الكرونيك والأكيوت، وبعدين البريدونتايتس بأنواعها والعلامات بتاعت كل ديزيز، وزي ما اتفقنا البيريو ميديسن كمان. بعد كده بتبتدي تتنقل للسكشن الثالث الشيق جدا اللي بياخدوه طلبة البكالوريوس بقى في الترم الثاني او في بيريو 2، بعض المقررات بيبقى اسمه بيريو 2 وبعض المقررات بيبقى الترم الثاني، بتدرس فيه ايه هي رحلة العلاج، ازاي نعالج مريض البريدنتايز او البريدنتال ديزيز عموما، وهل هو possible ولا impossible؟ لا الحقيقة هو possible، وان شاء الله كل شيء وله علاج. طيب انا عشان اعالج مظبوط، what are the arms that you have as a dentist to treat your patient؟ عندك كام طريقه او عندك كام arm تقدر تشتغل من خلالهم؟ الحقيقه you have three main arms. اول حاجه في حاجه اسمها البريدونتال ثيرابي، وده اساسي، ده اساسي يا دكتور خلاص. وبعد كده في حاجة اسمها النون سيرجيكال ثيرابي، وده مفيد جدا جدا جدا، ويعني مش قادرة أقول لك إنه دكتور السنان الشاطر اللي يقدر في عيادته عدد قليل من المرضى هو اللي يخش منه في السيرجيكال فيز اللي هي تالت واحدة. أغلب المرضى بتوعي بالبريدنتال الكونزرفاتيف والنون سيرجيكال أنا بقدر أوصل بيهم لبر الأمان على فكرة، أنا عن نفسي قليل اللي بيدخل معايا في السيرجيكال فيز. معايا كده؟ ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه بعض الشباب بالذات في بدايه شغلهم بيبقى المشرط ده بالنسبه له شايف انها شطاره انه يمسك ويفتح ويقطع، لا ابدا بالعكس، كل واحد شطارته في ايه؟ في انه يوصل بالمريض بتاعه للعلاج بالكونزرفاتيف ميثودز. خلاص؟ يبقى في البدايه لما اجي ابدا العلاج بتاعي بتتعلم الثلاث طرق. طيب انقليني بقى مرحله مرحله. المرحلة الأولى البريدنتال ثيرابي، واللي بنتكلم فيها هتلاقيك مشار إليها في المناهج بتاعتكم بفيز 1 ثيرابي. فيز 1 ثيرابي من اسمها هي أول مرحلة أنا بتعامل فيها مع المريض، الغرض بتاعها الأساسي هو الريموفل بتاع الميكروبيال بلاك أكيوميليشن أو الديبوزيتس والكالكلس طبعاً، وإنك تحافظ على هيلثي تيشو ما فيهوش انفلاميشن، لو في عندك سوبرا او سب جنجيفال ديبوزيتس كل ده يتشال، وعشان كده بنعلمك المانيوال سكيل، انك بتبتدي تتعلم استخدام الادوات اللي في العياده بيعلموها لك، بيقول لحضرتك عندك السكل سكيلر او الجاكيت، ودول للسوبرا جنجيفال، سكل للانتيريور والجاكيت للبوستيريور، الاثنين سوبرا جنجيفال. وبعد كده بيقول لك السب جنجيفال اللي بتستخدم فيه الكريت زي الصوره اللي قدامنا عشان تقدر ان انت تعمل روت بلاننج وتشيل السب جنجيفال ديبوزيتس اللي من الظهر، وتعمل كمان الخطوه المهمه اللي قلت لك عليها اللي هي الروت بلاننج، ان احنا نخلي السيمنتوم كلين اند سموث، وكمان تعمل الخطوه المهمه والاساسيه اللي هي السب جنجيفال كريتاج اللي قلت لك انت بتشيل فيها الاورال ايبيثيليوم الوحش المجرم اللي دخل في مكان مش مكانه واللي عمل لي as a barrier وتسبب في loss of attachment. انا عاوزة هنا يبقى فيه connective tissue عشان يحصل new attachment. طيب بنتعلم ايه كمان؟ هل كل القصة فقط يا دكتورة هالة في phase 1 ان انا استخدم supragingival والsubgingival manual instrumentation؟ لا، بتتعلم كمان حاجة لطيفة جدا الا وهي استخدام الكافيترون. خلاص، ودي طريقة لطيفة جدا لإزالة الرواسب، طريقة سريعة اللي هي باستخدام السونيك والألتراسونيك سكيلرز، عندك منهم نوعين، في سونيك وألتراسونيك برضو هنتكلم عنهم. طيب في عجالة كده هما بيوفروا الوقت، يساعدوك جدا في الاستغناء عن السكل والجاكيت ممكن، ولكن هما مش بديل يا شباب للكيرت. ليه؟ لان انت صاب جنجيفال بتستخدم الكيرت عشان تخلي تعمل خطوتين اساسيين، اتفقنا ما حدش ينسى الكيرت اذا انسترومنت ذات از يوزد فور صاب جنجيفال سكيلينج
خلاص بتعمل بيها روت بلاننج وكيريتاج. هل الكافيترون يقدر يعمل لك روت بلاننج وكيريتاج؟ لا، لكن الكافيترون يقدر يعمل لك سوبر اسينشال سكيل. يعني يقدر الكافيترون يغنيك عن استخدام الكافيترون يقدر يغنيك عن استخدام السيكل والجاكيت، لكن ما يغنيكش عن استخدام الكيرت. من الاخر كده، الكيرت كل واحد فيكم ما بيعرفش يستخدمه صح لازم يستخدمه، لانه لا غنى عنه. بعضكم في دماغه انا هبقى استخدم الكافيترون وخلاص، على ايه طلعان العين ده كله؟ لا يا دكتور، الشاطر فيكم لازم يتعلم كل حاجه اولا. نمره اتنين، الكافيترون هيغنيك فقط عن سيكل وجاكيت، ممكن سوبرا جنجيفال ماشي، لكن سب جنجيفال لا غنى عن الكيرت. رود بلاننج والكيرتاج بيعملهم لك فقط الكيرت. بنتعلم كمان حاجه مهمه جدا 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 فور بلاك كنترول، وبالذات اكتر منطقه لتراكم البلاك هي ايه يا دكاتره؟ هي الانتردنتال سبيس. ففي حاجه مهمه جدا بتتعلمها في فيز 1 ثيرابي، كلها ميكانيكال على فكره، كل اللي انا بقوله ميكانيكال. انت بتشيل بحاجات اجهزه ووسائل. استخدام الانتردنتال كلينرز واللي بيتوقف استخدامها على the width of the interdental space. عندي dental floss للنارو سبيسز، عندي الانتردنتال توث او الانتردنتال براش للوايدر انتردنتال سبيسز، حتى الانتردنتال براش في منها سايز كذا سايز. ومهم جدا انك تستخدم suitable سايز، لانه لو حضرتك استخدمت واحدة لارج وعندك نارو سبيس فانت بتعمل تروماتيزيشن للجنجيفا، ودي واحدة من الاخطاء يعني الجسيمة التي قد تؤدي الى the loss of the gingiva. يحصل لك gingiva recession، ومصيبة لما ده يحصل interdentally. انت متخيل ده بيعمل لك مشكلة اسمها البلاك تريانجل، نظرا لان الانتردنتال سبيس تغادره الجميلة اللي اسمها interdental بابيلا، ويبقى اسود وفاضي. الستاتيك بروبلم خطيرة وعلاجها صعب على فكرة. فبلاش والنبي بلاش معلوماتنا الغلط، او عدم ان احنا ننبه على العيان. العيان بيجي لك انت اللي عارف وعندك العلم، فشوية معلومات بسيطة مش هتضر ان انت تتعب نفسك شوية وتفهم العيان بتاعك. فيز 1 ثيرابي انا بسميها 50% patient 50% dentist. اوكي، 50% patient 50% dentist. تمام، بتعلم العيان بتاعك كمان استخدام التوث براش. الطريقه اللي قدامك دي اللي هي الباس تكنيك او الموديفايد باس تكنيك، اللي هي قالت لك ايه؟ ايه هي الموديفايد باس تكنيك؟ بتقول لحضرتك انه هذه التكنيك مينلي انديكيتد دي فايبراتري تكنيك، زي ما انت شايف الدكتور بيبدا بيعمل فايبريشن خلاص على الفوش. التوث براش مغطيه لك ثلاث سنات مثلا، فبتعمل الفايبريشن بتاعهم وكانك بتعمل ايه. ميزتها حاجتين. اول حاجه هي البريستلز بتاعتها متوجهه 45 ديجري روت وايز، متوجهه بحيث انها تبقى فين؟ جوه السالكس. عشان ايه؟ عشان منطقه الجنجيفال سالكس زي ما اتفقنا، الشاطرين اللي فاهمين عرفوا في بدايه المحاضره ان الجنجيفال سالكس هو اخطر منطقه، وهو الذي يبدا منه البريدونتال ديزيز. وبالتالي انا لازم لما اجي اعلم العيان اعلمه ان هو يتارجت الدنتال بلاك في المكان اللي هو مزنوق فيه. اخطر مكان واكثر مكان فيه دنتال بلاك هو الجنجيفال سالكس، والانتردنتال كلينرز اتفقنا عشان الانتردنتال سبيس. الباس تكنيك فايبراتري، ادي 45 اهي، شالت لي الدنتال بلاك من السالكس، وكمان عملت مساج للجنجيفا، وبعد كده رول اوت عشان تطلع وتنضف لك الانتردنتال سبيس. دي طريقه لازم تعلمها للمريض بتاعك. وامتوا على فكره بعض منكم نفسه ما يعرفهاش، يعني بعض منكم نفسه ما بيعرفش يستخدمها. انا عن نفسي كنت في الاول مش بعرف استخدمها، ولما شفتها واتعلمتها انا استفدت جدا. بلاك كنترول عندي بقى افضل كتير، يعني فعلا الباس تكنيك. يا جماعه العلم ده البيريو ابلايد ما هياش حفظ، ولا هي رخمه ولا هي مزعجه. البيريو ابلايد والبيريو ام طب الاسنان، لانه حضرتك لما تيجي تشتغل بقى قدام شويه، والله اي فرع ريستوراتيف جراحه اورثو اي فرع انت محتاج فيه مدد من زميلك البريدونتست. البريدونتست الشاطر بيبقى يعني سبورتيف لزمايله في كل الفروع. على فكره يعني فعلا البريوم يعني اكاد اقول انها فعلا زي ما قلت لكم،
لان هي اللي بتحمي لك الانفراستراكشر بتاع السلم. طيب فيزوال ثيرابي اتفقنا معاك ميكانيكال، خلصت شغلك عملت السكيلنج، ونقول لحضرتك ان السكيلنج ظريف جدا انه تقدر تعمله في جلسه واحده يبقى افضل، وتعمل معاه الريجيشن للبوكتس بماوث ووش، وبعد كده تخلي العيان يجي لك بعد اسبوع مثلا بعد ما تعلمه ازاي يعمل براشنج في البيت، يجي لك لو في اي ديبوزيتس ثانيه تشيلها له. لكن انا ما بحبش ان انا اعمل يعني ايه سيجمنت واروحه واجيبه تاني، عشان انا بحب اعمل كنترول على كل الدنتال بلاك في جلسه واحده والكالكس. تمام. طيب ايه بقى الكيميكال بلاك كنترول؟ عن طريق استخدام الماوس ووش. الماوس ووش عند حضرتك لازم يكون واضح في ذهنك حاجتين اساسيين، الماوس ووش تاثيرها فيري ليميتد، وعشان تشتغل لازم يكون السنه كلين. فلازم تفهم العيان انه لازم يكون عمل براشنج اولا ثم الماوس ووش. يبقى اذا الماوس ووش ليست بديلا لفرشه الاسنان ولا للسكيلينج. خلاص. الحاجه الثانيه والاساسيه اللي لازم تعرفها انه الماوس ووش علاج، يعني ما ينفعش ما تنبهش العيان بتاعك ان هي ليها فتره اسبوعين او شهر بالكثير، شهر بالكثير هتبقى بعد الجراحه، احيانا بنستخدم الكلوريهكسيدين شهر بعد اي جراحه لثه، لانها بتساعد في البلاك كنترول، عشان انا ببقى مش قادر اعمل فرشه ومعجون كويس بسبب الجراحه، فبتعمل لي اوجمنتيشن بتساعد شويه. وساعات لما تيجي تعالج مشكلة الروت سنسيتيفيتي أو العيان استخدم الفلورايد كونتيننج ماوث ووش فترة حوالي شهر عشان تدريجي تحسن له الدنيا. خلاص. غير كده هي الماوث ووش عموما بتستخدم لمدة أسبوعين كفاية قوي. لو أنا ما نبهتش العيان، في بعض المرضى بيفتكروا إنه الماوث ووش دي يفضل عليها على طول، يفضل يعني عايش على طول، بيبقى عنده قناعة إن هو كده بيحمي أسنانه. لا طبعا، هو كده بيضر أسنانه ويضر صحته، لان الماوث ووش قد تؤدي الى ان يحصل الاورال فلورا اللي عامله توازن بينها وبين بعضها، يحصل خلل في بعض الانواع، فبالتالي يبتدي يحصل فانجل انفكشن ومشاكل كتير. طبعا عندي انواع من الماوث ووش، طبعا هنتعرف على انواع الماوث ووش المختلفه، في الانتي انفلاماتوري، في الانتي سيبتيك، وفي الانتي سنسيتيفيتي، حاجات كتيره قوي برضو هياتي وقتها ونذكرها. يبقى ده كله فين؟ في فيز 1 ثيرابي. بعد فيز 1 ثيرابي ما تخلص بتبتدي، قبل ما تخلص اسمعها كمان، انت المفروض زي ما اتفقنا بتعمل اسسمنت لكل اللوكال فاكتورز، الريسك فاكتورز اللي عند العيان وازاي نعمل عليها كنترول. والله لو هو عنده هابت معينه لازم ننبهه، والله لو هو عنده مرض معين لازم برضو ننبهه ان هذا الديزيز لازم يبقى كنترول، لو في هرمونال ديستربنس زي البريجننسي او اثناء البيوبرتي لازم تنبه العيان بتاعك ان البلاك كنترول مهم جدا، لانه اذا اهمل للاسف الجنجله بيحصل فيها بتبقى يعني السكس هرمونز دي بتبقى غذاء يعني غني جدا لبعض البريدنتال بيوتيتيف باثوجنز بالذات عندك البيوفيتيلا انترميديا، وبالتالي بعرفه انه اذا فضل مهمل الجنجبه بتاعته هتلتهب جدا وهيحصل له مشاكل. ففي حاجات كتيره قوي يشود ميك، زي ما قلت لك اي دكتور شاطر لازم يعمل بروبر اسسمنت للكيس بتاعته. طب انا خلصت يا دكتور هلا فيز 1، اروح بقى ولا اعمل ايه؟ لا مش هتروح، لازم بتعمل حاجه اسمها ري ايفالويشن. الدكتور الشاطر بيجيب العيان بتاعه، نقول له من اسبوعين لاربع اسابيع نرجع نقيم الحاله. بتقيم شغلك كدكتور، هو انا عملته صح ولا غلط؟ هو في حاجه انا نسيتها؟ هو في حاجات لسه ديبوزيتس عند العيان انا ما خلصتهاش؟ وبتقيم العيان كمان، يا ترى الاورال بروفيلاكسس بتتم مظبوط؟ الهايجين هو محافظ عليه صح؟ عدد مرات الفرشه والمعجون والفتره بتاعها، هو المفروض الفرشه والمعجون العيان اثناء البراشنج من دقيقتين لثلاثه، ومرتين في اليوم كفايه قوي، مره بعد الفطار ومره بعد العشاء. حاجات كتيره قوي بتبتدي تقيم نفسك وتقيم العيان بتاعك وتقيم المرض. ده ثالث حاجه بقى، يا ترى المرض تم السيطره عليه ولا محتاج انتي بايوتيك؟ لسه في اكتف ديزيز ساينز. الله، هو الانتي بايوتيك ما بيبقاش في الاول؟ لا طبعا، في حاجه اسمها جهاز مناعه زي الفل ربنا مديهولك، لازم الاول تصبر وتصبر وتشوف العيان لما تعمل كنترول حضرتك على الحاله حالته هتتحسن ولا لا، الديزيز الاكتيف ديزيز ساينز هتختفي ولا لا، البليدنج اختفى، الروت سنسيتيفيتي اتحسنت، كلينيكال اتاتشمنت لوس قلت وبدا يبقى البوكيت الدبس بتاعه احسن،
كل ده الجينجفا اللي كانت ادمتس بقت فايبرس. الله، دي حاجات حلوه. ايه يبقى يا ابني ليه تستخدم انتي بايوتيك؟ ولكن اذا ظلت هذه الاكتيف ديزيز ساينز نكمل بقى النون سيرجيكال ثيرابي وانا استخدم الانتي بايوتيك. خلاص، ونبتدي نحدد كمان الديفكت، هل يا ترى الكلينيكال اتاتشمنت لوس اتحسنت ولا لسه العيان محتاج يتعمل له جراحه لانه البوكتس لسه ديب والدنيا محتاجه شغل. يبقى دي كلها بنعرفها امتى؟ في الري ايفالويشن بعد فيز 1 ما تنتهي اسبوعين لاربع اسابيع. الحقيقه انا عايزه اشهر نفسكم بحاجه جديده كده ولطيفه. تقريبا الشغل ده اتعمل يعني هو بدا يتطبق في الاسنان يمكن من 2017، وهو استخدام الفاكيوم اسيستد كلوجر او النيجاتيف بريشر ووند ثيرابي. التكنيك ده كان معمول في الاول عشان في بعض الاحوال في مرضى بيبقى عندهم جرح ما بيلتئمش، عنده مشكله في المناعه او الجرح عموما في مشكله، الميكروب شديد شويه، جرح ما بيلتئمش. يعملوا ايه؟ يعملوا لك الفاكيوم اسيستد كلوجر ده، بيتركب زي الجهاز معين كده، بيثبتوا لاير معينه على الجرح ويبتدوا يشفطوا الهواء والفلويد من الجرح ده. قال لحضرتك انك تسحب التشو اللي هو عامل اديمه وتسحب معاه البكتيريا وتحسن السيركيوليشن بما تحتويه من انفلاماتوري سيلز وتنشط المناعه بتاعتك، فده بيحسن كتير قوي من الهيلينج. ده علاج معروف على فكره وبيتعمل كتير قوي في الميديكال فيلد. خلاص، طب هل ممكن نطبقه في الاسنان؟ قال لك في 2017 كان في تجربه فريده. لحضرتك ايه؟ مش انت عندك القصه دي بتقول لك ادي البلاك والكالكولس وادي الاورال ابيثيليوم، شيل لي البلاك والكالكولس واعمل الروت بلاننج واعمل الكريتاج وركب لي الجهاز ده هو واشفط الهواء اللي موجود ما بين الجنجفا والروت، وسيب الجهاز ده في مكانه واعمل له هولدنج كده لمده اسبوع او 10 ايام. العيان بيلبسه في اليوم حوالي من 10 ل 12 ساعه، سهل. هو هيروح شغله ويرجع يتغدى ويغسل سنانه وينظف ويلبسه ويفضل بيه تاني يوم الصبح، هيجيب العشر ساعات عادي، مش صعب، مش صعب ابدا. دكتور السنان بيعمل الخطوه زي ما بقول لك اهو، هنبتديها من الاول. اهو ادي الكالكولس شيله، عملت الروت بلاننج، وادي الاورال ايبيثيليوم عملت الكريتاج، وبعدين ابتدي ركب الجهاز ده، هنشوف خطواته دلوقتي. والفكره ان حضرتك السبيس اللي بين السنه والانامل ده بيبقى فيه انفلاماتوري فلويد وبيبقى فيه هواء، بيتسحبوا وتشفطوا وتعمل هولدنج للججبة بعد الكريتاج على السنه كل يوم من 10 ل 12 سنه. الغرض بتاعه قال لك انك بتعمل ريموفال للسوفت تيشو للبكتيريا، كرييت جريدينت فيل تو برينج نيو هيلينج سيلز اند فاسكولاريتي، لانك الضغط دوت والشد اللي احنا بنعمله بالظبط كانك بتعمل ساكشن. الشفط ده يا دكاتره بيحسن السيركيليشن وبيحسن الاميونتي. بوسيبل فورميشن اوف هوريزونتال ليجمنت وده اللي لقوه، ستيميليشن الجرانيليشن تيشو عشان الهيلينج يتم، ووند بروتكشن لان طبعا عشان البوكس دي ما تبقاش يحصل لها ريكولنايزيشن بالبلاك تاج. الجهاز متركب بشكل بسيط جدا، عارفين شكل النايت جارد يا اولاد؟ النايت جارد اهو قدامك اهو، وبياخدوا مقاس للعيان وادي الكاست ويروحوا عاملين زي شمع كده في الاماكن دي عشان يبقى الجهاز بالجنج في الاماكن دي، وبعدين تيجي تركب في الاخر بطن ومعاه خرطوم صغير وبيتشفط الاير اهو، بيبقى معمول زي ساكشن. خلاص، بمتوصل بجهاز معين يعمل ساكشن. طيب، بيلبسوا العيان وبيتعمل اهو، شوفوا الجهاز بيتشفط الهواء دوت ويبقى الجهاز بالظبط سيلد على الـ يعني الهواء اللي موجود في النص كله اتسحب، فيبقى التشو بينه وبين السنه اصبح سيلد تماما المكان، وبيتلبس في اليوم حوالي زي ما قلنا من 10 ل 12 ساعه او اكتر، ولقوا ان هو بيعمل ادكوت ريزالتس وبيعمل نيو اتاتشمنت يمكن خلال اسبوع او اقل من اسبوع، لقوا ان بيبقى له نتائج كويسه جدا. قال لحضرتك طب ايه الفرق بين استخدامه وعدم استخدامه؟ لو انت بتستخدم الهوم كير مع الماوث ووش فانت بتساعد على ان البكتيريا البلاك ما يتكونش، لكن وبالتالي بتقفل الحلقه دي.
طيب ولو انا بستخدم الجهاز ده، الله حضرتك بيبقى التارجت بتاعه ان هو يمنع مور، انه يعني بيمنع مور بليسز للبكتيريا، لان هو بيقفل كل الاماكن دي وبيخليها الكليننج بتاعها شغال، وبالتالي ما بيبقاش فيه بكتيريا، ما بيبقاش فيه دلتا بلاك ولا بكتيريا اساسا، لان هو بيحمي لك الاماكن دي كلها. طب اجي بقى لمرحله تانيه، انا جيت عملت الري ايفالويشن يا دكتوره هاله، عايز اعرف استخدم الارم التاني امتى. الارم الاول زي ما فكرتكم في التريتمنت هو النون سيرجيكال ثيرابي، الارم التاني هو استخدام الادجنكتيف ثيرابي عن طريق الانتي بايوتكس. هنتكلم محاضره جميله ومفيده وقويه عن the indications of antibiotic، خلاص امتى استخدمها، ايه هي الانواع اللي بستخدمها عشان اتعامل مع البريدونتال بروبلمز، والروتس في عندي لوكال وفي سيستميك، في لوكال وسيستميك دليفري، ايه الفرق بين الاثنين، خلاص، وايه كل نوع في مميزاته وايه العيوب، وهنتعرف على القصه دي. طيب انا استخدام الانتيبيوتيك انديكيتد امتى، قلت لك اهم حاجه تبقى عارف وانس ان انت في الري ايفالويشن لقيت انه في اكتيف ديزيز ساينز موجود، بليدنج، روت سنسيتيفيتي، ما فيش تحسن او ما فيش جين في كلينيكال كالشمنت، يبقى هنا انا شايف ان العيان محتاج اني اساعده شويه واوصف له نوع معين. ذا بيست كومباينيشن عندك البنسلين والمترو نيدازول، الاثنين بكتيري سايدل والاثنين بيشتغلوا كويس قوي اجينست الاستريكترام اللي موجود سواء بيريدنتال او بيري ايبيكال عندنا في الاورال كافيتي. طيب وانس ان ده كله حاصل يا دكتوره هاله، بس ما زال المريض يعني ما فيش تحسن، الدنيا مش حلوه، اعمل ايه؟ الله حضرتك هنا بقى بنلجا للخط الجراحي، خلاص. وهنا انا هديكم سكيم لطيف جدا هيريحكم وهيساعدكم، وهو ده اللي هنمشي عليه في المنهج بتاعنا ان شاء الله. ولن تبقى فاهم، عشان تعمل جراحه لازم 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 تتاكد ان الاكتيف ديزيز ساينز اختفت، يعني اصبح الجنجفا ما بقتش اديمتس، ما فيش عندك بليدنج اند بروبنج، ما فيش اللون الاحمر ده، هيلثي وفيرم، خلاص يبقى انت حسنت الانفلاميشن خالص وشلت طبعا اللوكال بريديسبوزنج فاكتورز. ليه؟ عشان ما يحصلش انفكشن وعشان الهيلنج يبقى مظبوط وما يبقاش فيه بليدنج اثناء الشغل. يبقى ده شرط الجراحه، شرط الجراحه اللي ما يبقاش في عندي اي انفلاماتوري ساينز موجوده في التشو. طب هو الجراحه عندي في اليوم احنا هندرس ايه مع بعض يا دكتوره هاله؟ هتدرس السيرجيكال ابروتش في حال الجنجيفال انلارجمنت وفي حال البريدونتالز. بنقول انه المريض عندك يا اما عنده هيلثي بريدونشيا او هيتحول لمريض جنجيفايتس. طب لو اتحول لمريض جنجيفايتس بيحصل عنده جنجيفال انلارجمنت، دي واحده من الصور او من الاسباب، يبقى الجنجيفال انلارجمنت قد تاتي نتيجه التهابات اللثه. اعمل ايه يا دكتوره هاله مع مريض الجنجيفايتس؟ اعالجه ازاي؟ هتعالجه كده، هتعمل له فيز 1، يا اما هيرجع مريض with healthy periodontium او للاسف الجنجيفال انلارجمنت اللي عنده والسودو بوكيت هيظل، ولكن هيتحول من inflamed and edematous سودو بوكيت وول الى fibrous، اختفت علامات الانفلاميشن بس للاسف موجود السودو بوكيت متنح مش راضي يخف. في هذه الحاله هتدرس معايا حاجه اسمها الجنجيفكتومي والجنجيفوبلاستي. يبقى اذا الجنجيفكتومي والجنجيفوبلاستي هي الحل الجراحي للمريض اللي عنده سودو بوكيت نظرا لاسباب كثيره قد تكون الجنجيفايتس واحده منها. وشرط اني اعمل جنجيفكتومي او جنجيفوبلاستي ان يكون السودو بوكيت الوول بتاعته ايه؟ فايبرس. يعني ما حدش فيكم يقف في العياده عشان اطباء الامتياز الحلوين اللي بيبقوا عايزين يعني مستعجلين، ما تجيبليش حاله يا ابني الجنجفا انفلامد وتقول لي هعمل له جنجفكتومي، ما ينفعش. يبقى اذا تاني ارجعك، عرفت احنا ليه درسنا لك الجنجفايتس والبريدونتايتس؟ لان الجنجفايتس علاجها يا اما فاز 1 او جنجفكتومي اذا نتج عنها سودو بوكيت وما تحسنش. وعشان تعمل جنجفكتومي يبقى تبقى فاهم ان العيان ده لازم ما يكونش عنده كلينيكال اتاتشمنت لوس، ما يكونش عنده ابيكال مايجريشن للجنكشنال ايبيثيليوم، وانت بتقيس له كده بالجرادويتد بروب،
تلاقي في عنده سودو بوكيت، بس الجنكشن اللي بيتلم عند السمنت قدام الجنكشن ما سابش مكان. طب ولو مريض بيريدونتايتس، لو تفاقمت الحاله من جنجيفايتس الى بيريدونتايتس، هنا بتعمل برضو فيز 1 ثيرابي، لازم تعمل فيز 1، وبعدين تقسم لي المريض لنوعين. مريض البيريدونتايتس بيبقى عنده كلينيكال اتاتشمنت لوس زي ما اتفقنا، ده الفرق الاساسي بين البيريدونتايتس والجنجيفايتس. طيب مريض البيريدونتايتس كلينيكال اتاتشمنت لوس دي ليها درجات؟ هتتعلم ان شاء الله لما تاخد البيريدونتايتس ان انت عندك درجات من الكلينيكال اتاتشمنت لوس، في درجه من 1 ل 2 مليمتر ودي بنسميها مايلد، وفي درجه ثانيه هتاخدها من 3 ل 4 مليمتر ودي مودريت. والحالتين دول يا دكتور هنكتفي بان نقول لك انه بعد فيز 1 ثيرابي، ما دام العيان الكلينيكال اتاتشمنت لوس عنده اقل من 5 مللي، يبقى اعمل له بس مينتنس، مش محتاج اكتر من كده. عملت سكيلينج ورود بلاننج وتمام، وتروح تقول للعيان يجي لك كل 3 او 4 شهور يعمل مينتنس. طب ليه ما عملوش جراحه؟ هقول لك ليه. هو الفرق يا دكتور بين انك تاخد قرار بعمل جراحه او لا، هو يا ترى انت بالكيرت قادر تنزل سبشنجيفالي ولا لا. ما دام انا عندي كلينيكال اتاتشمنت لوس والترو بوكيت الدبس بتاعه يعني حد بنقول من 3 ل 4 مللي، خلاص انا قادر، انا قادر بالكيرت اجيبها. لكن وانس ان هو عدى 5 مللي من الكلينيكال اتاتشمنت لوس، لا هنا بيصبح الكريتاج فقط صعب، ما اقدرش اوصل للديبث اوف ذا بوكيت بالكريت. امال ايه؟ هنا بعد ما تخلص له فيز 1 لازم تنقله الى الاوبن فلاب سيرجي، وده اللي انت هتتعلمه، ده جزء تاني من السيرجيكال تريتمنت اللي هتاخدها، انك ازاي تفتح فلاب وايه الانواع المختلفه للفلابس. وبعد ما تخلص الفلاب والهيلينج يتم، هتنقل العيان برضو الى المينتنس فيز. يبقى اذا السلايد دي لخصت لي كل سيرجيكال ابروتشز اللي بتتعمل وايه هو الديسيجن اللي باخده. المريض هيلثي تحول لجنجيفايتس، اعمل له فيز 1، يا اما فيز 1 وخف خالص واصبحت فيز 1 هي الكوركتيف فيز، او يحتاج سيرجيكال فيز بس تكون جنجيفا فايبرس مش ادامتس، اعمل له يا سيدي الجنجيفكتومي وبعد كده اعمل له المينترنس فيز، او يتحول منك لمريض بيريدونتايتس. وهنا هتشوف لك كلينيكال اتاتشمنت لوس قد ايه، من 1 لحد 4 مللي مرورا بالمايلد او بالمودريت بيريدونتايتس، بنقول لك فيز 1 تكفي وحوله المينترنس، ولو كان عنده 5 مللي يبقى ده اساسي لازم تعمل له جراحه، وبعدها بعد الهيلينج بتحوله لمينترنس فيز. طيب تعالوا نكمل مع بعض. يعني ايه الريزيدوال بروبنج ديبس؟ يعني ايه يا دكتوره هاله لما اعمل شغل العيان ويجي لي واقول في ريزيدوال بروبنج ديبس؟ يعني مثلا انت استلو الجيب بتاع السنه مثلا كان 8 مللي، جالك بعد في الري ايفالويشن لقيت ال 8 مللي دول بقوا 6، ما هو لسه في ريزيدوال بروبنج ديبس، لسه فيه اللي هو بنسميه ايه؟ او اللي بنقسمه لايه؟ مين شاطر؟ هذا الريزيدوال بوكيت قد يكون سودو بوكيت او يكون ترو بوكيت. برافو عليكم. السودو بوكيت اللي هو سين في الجنجيفايتس وده بيكون سببه جنجيفال انلارجمنت، خلاص هذه الحاله بيبتدي على طول يتعالج بجنجيفكتوم، هنتعلمها مع بعض. بس السودو بوكيت اذا كان هذا الريزيدوال بوكيت سودو، على طول حضرتك هتبتدي تبقى عارف ان ده هيتعالج معاك بجنجيفكتوم. طب اذا كان ترو، لا ترو بوكيت بنوعيه بقى، يا اما سوبرا جنجيفال يعني البيز بتاعه البوكيت اعلى من البون ليفل، او كان ساب جنجيفال يعني البيز اوف ذا بوكيت كانت ابيكال للبون كريست، ايهما؟ هنا في حل جراحي، هنا في فلاب. حلو كده؟ يبقى الريزيدوال بوكيت يعالج جنجيفكتومي لو ما كانش معاه كلينيكال اتاتشمنت لوس، لو كان بوكيت بس، وده بيبقى في حالات الجنجيفال انلارجمنت. ولو كان معاه كلينيكال اتاتشمنت لوس، يعني زي ما بقول لك اهو، ادي كلينيكال اتاتشمنت لوس هي المسافه من السمنتو انابل جانكشن للبيز اوف ذا ديفكت. تاني، هي المسافه من السمنتو انابل جانكشن للبيز اوف ذا ديفكت، المسافه دي اسمها كلينيكال اتاتشمنت لوس وهي علامه الترو بوكت. خلاص؟ اما شويه جنجيفال انلارجمنت
فقط عماله تطول، ولكن السمنت امام الجنكشن، الله موجود الجنكشن اللي بتلم عندها واقف، يبقى هنا كلينيكال اتاتشمنت لوس ايكوال زيرو. امال الجنرال انلارجمنت دي ايه؟ سودو بوكت. فهمتوا الفرق بين الجنجفايتس والبيريدونتايتس؟ هنا نو كلينيكال اتاتشمنت لوس، لكن في سودو بوكت، وهنا في كلينيكال اتاتشمنت لوس، وبالتالي يسمى هذا البوكت ترو بوكت. يبقى علاج الترو بوكت فلات اذا كانت الكلينيكال اتاتشمنت لوس دي اكتر من 5 مللي، لكن لو بسيطه لحد 4 مللي بنقول لحضرتك اعمل له سكيلنج وكلوز ديكريتاج واعمل له مينترانس وخلاص. خلاص كده؟ طب لما اجي اتكلم على الجنجفيكتوم يا دكتوره هاله، بنقول لحضرتك انه اسباب الجنجفال انلارجمنت او السودو بوكت جنجفال انفلاميشن، انه ممكن يكون موديفايد بلوكال او سيستميك موديفايد فاكتور زي ما عرفنا. بعض الجينيتيك كوزز، خدوا بالكم في بعض الناس بيبقى عندهم هيريديتري جينجيفال فايبروماتوزس، بتلاقي كده حاله هيريديتري بتقول البيشنت ويجيله جينجيفال انلارجمنت. بعض الادويه زي ادويه الصرع او بعض ادويه الضغط زي الكالسيوم شانل بلوكر النيفيديبين او السايكلوسبورين، واحد من السايتوتوكسين دراجز، هذه الادويه بتبقى انفولفد في جينجيفال انلارجمنت. ديفكتيف بس ايربشن، بعض المرضى بيوصل لمرحله المراهقه وتفضل الجنجفا طويله ما بيحصل لهاش فيسيولوجيك ريسيشن، فتعمل له شكل الكراونز بتوعه بيبقوا مربعين كده، لان الجنجفا بتاعتنا المفروض بعد ما السنه بتعمل اكتف ايربشن في مرحله ثانيه اسمها الباسيف ايربشن، اللي هو بيتوقف على ان الجنجفا تبتدي تنزل للمستوى الطبيعي عند السيرنتو انامل جنكشن، تفضل متعلقه فوق. طيب كل هذه الاسباب قد تؤدي الى ظاهره السودو بوكت، واللي علاجها بيكون جنجفيكتومي. طب هي ايه خطوات الجنجفيكتومي؟ بنقول لحضرتك بتيجي بكرام كابلان فورسبس، ده بيبقى حاجه شبه التويزر كده، بتدخل بالبلانت اند في السرفس، وقصادها بيبقى في بيبقى وده بيبقى تحت البليدنج بوينت زي ما انت شايف بحوالي 1 مللي، عشان تضمن ان العيان قايم من قدامك بالبوكت بتاعه الدبس بتاعه زيرو، تبقى شلت كل السودو بوكت وول. وبعدين بتسلك انتردنتالي او بتقطع التيشوز انتردنتالي بالنايف الثانيه اللي هي اسمها الاوربن او الباك نايف، اللي هي بتبقى شبه راس الحرب. هذه الخطوات بتاعه الجنجفيكتومي، شوفوا العيان عامل ازاي، شلنا له الجنجفا وبعد كده بنحط له الكاريوباك، وبعد كده بنجيبه في الهيلينج. احيانا ممكن بعض البيشنتس بعد مرحله الهيلينج اللي بتاخد حوالي اسبوعين بنلاقي انه الابيثيليوم بالذات ما بياخدش اكتر من اسبوع او اسبوعين بالكثير، بيبتدي تلاقي بعض المارجنز فيها تيشو تاجز كده محتاجه جنجفوبلاستي، يعني تجميل فقط لهذه الباوندرز. ده فيديو بيوريك الجنجفيكت، نشوفه مع بعض.
طيب نكمل كلامنا يا جماعة على البريدونتال فلابس بقى. ده جزء تاني من الجراحات هنتعرض لها، وزي ما اتفقت معاكم هذا النوع من الجراحة لا يتم إلا مع الـ inaccessible areas اللي هي فيها الـ true pockets، يبقى true pocket و inaccessible، لأن once accessible حضرتك تكتفي بالـ conservative أو الـ closed curettage. طب إيه أسباب الـ true pocket؟ قال لك extension of inflammation to the periodontium, destruction of periodontium. The goal of this surgery is to properly debride the periodontal defect and allow re-emergence. بيبقى عامل defect inaccessible لازم توصل له عشان تعمل control على periodontal disease, تعمل proper debridement وطبعا تساعد في عملية regeneration. هل في pre-surgical considerations؟ طبعا لازم assessment للlocal predisposing factor عشان تعدلها. لازم يكون عندك كمان ال systemic condition تكون controlled. لو في habits زي smoking should be assessed أو نقلله. الموبيليتي عندك الجريدز بتاعت الموبيليتي مهمة جدا، جريد واحد أو اتنين لازم تعمل splinting قبل أي جراحة عشان الريجنريشن يتم، لأنه لازم البلاد كلوت يحصل لها فيكسيشن على الروت ما تبقاش عشان ما يحصلهاش ديس انتجريشن. طب ولو كان جريد 3 دي من ضمن الفاكتورز اللي هتاخدها في البروجنوزس، جريد 3 يبقى الأفضل إن أنت تعمل اكستراكشن للسن. خلاص؟ طب الفيديو ده برضو بيوريك شكل الفلاج، هنشوفه مع بعض. يبقى دلوقتي يا جماعة زي ما توضح لي، طبعا الفيديو بيوريك كده سيمبلي الغرض من الفلاب ان انت بتوصل to gain access للديفكت، وبعد كده بتبتدي طبعا to hold التشو بالسوتشر، وبعد كده بتنبهك لحاجة مهمة جدا انه بعد اي سيرجي في درجة من درجات الإديمة اللي بتبقى في التشو بتقل، وبالتالي ممكن يحصل من 1-2 ملي ريسيشن، وده هننبهك ليه في واحنا بناخد الشابتر الفلابس او الكلام على الفلابس، انه فعلا ده لانه كيبت ان اور مايند. فاحنا غالبا بقينا نخلي شغلنا كله كورونا ريبوزيشن، يعني نعلي الفلاب شوية اثناء الخياطة
وكأننا بنبقى عاملين الخطوة دي تحسبا for the future expected recession. طيب الـ post-operative instructions following أي جراحة، بندي antibiotic عشان الـ infection، the best combination زي ما اتفقت بقى احفظه معايا، penicillin وفلاجيل، وبعد كده بندي الـ analgesic عشان الـ anti-inflammatory effect والـ analgesia، وبنوصف ماوث ووش عشان الـ plaque control. أهم ماوث ووش بتتوصف هي الكلورهكسيدين وتتوصف لمدة شهر، وسوفت توث براش بنكتبها للمريض، وده طبعا عشان البلاك كنترول وعشان ما نعملش اي التريشن في الجينجيفا اثناء الهيلينج، قدر الامكان نقلل التروما. والبراشنج تكنيك بنعلم المريض شارتر ميثود، لان شارتر ميثود بالتحديد بتبقى البريستلز دايركتد كورونال وايز مش ابيكال وايز، يعني انا ببعد عن منطقه الجينجيفال سالكس عشان زي ما اتفقنا الهيلينج بعد اي جراح. بعد الشغل بقى سواء جراحة أو سواء سيرجيكال أو نون سيرجيكال، فإحنا بنتواجه بالمريض بتاعنا بالسبورتيف بريدونتال تريتمنت اللي هي المانترنس فيز، اللي هي تتكون من التشيك أب أو ريجولر تشيك أب فيزيتس وال ريجولر بلاك كنترول، ريكول ريفالويشن. ساعات بتتأثر شوية بالسيستميك كونديشن، لو أنا قلقان شوية على البيشنت، هو مثلا أنا عارف إنه مهمل شوية في الهيجين أو كمان عنده سيستميك بروبلم او اجريسيف فورم من البريدونتايتس، فممكن نخلي الجلسات بتاعته مثلا كل 3 شهور، لو انا مطمن اكتر ممكن تمتد الى 4 لـ 6 شهور، وكل مره بنعمل ستريس اون الاورال هايجين ميجرز والاورال بروفيلاكسز، ولو في اي مشكله نعالجها بسرعه. يعني هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا، وانا النهارده زي ما اتفقت معاكم بدي اوفرول فيو على منهج البريو كله للطلبه، واستعرضت اغلب المشاكل اللي بتواجهنا. ويعني انا بقول هل تحبوا، مستنيه بقى اعرف من تعليقاتكم لو حابين نبتدي من الاسبوع الجاي بدايه من المايكرو والماكرو اناتومي، ولا حابين تبتدوا بموضوع معين، ده متروك للاودينس اللي يعني بتوع الصفحه اللي انتم شايفينه انا تحت امركم، ومنتظر اسمع التعليقات بتاعتكم لو في اي اسئله. ميرسي جدا يا جماعه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات كي يصلكم كل ما هو جديد، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.